Tabata! Rodrigo! Brazil Tabata! Rodrigo Tabata! وتباتا يسجل الآن أول أهداف في المباراة، هدف أول في الدقيقة في الجهة اليمنى. هنا دانيال غوما يحاول المرور، كرة خطيرة، يا روعة يا روعة يا روعة، جول 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 للريان، جول للرهيب، عودة ويا لها من عودة. لا يشكل خطورة، أين العرضيات؟ أين التقدم؟ أين التوغل؟ الريان يبحث عن أول الأهداف، فرص تصل إلى تباتا، لمسة إلى أفونسو، ملعوبة، جول جول، بس اللي ينحني لرغبة الريان ولرغبة البرازيلي أفونسو ألفيس، يسجل البرازيلي هدف تقليص الفارق الآن ويفتح الأمور في لقاء أفونسو، واحد من الثلاثي، كرة فيها محاولة ملعوبة، جول جول في المقص، في المقص من رودريجو تباتا في اللقطة الماضية، قص على الانكسار، قص على الخسارة، عاد بنتيجة التعادل. كاميرتنا هزت وهزت مدرجات الريان هنا في ملعب حمد الكبير. الكبير يظل كبير، الكبير يظل كبير. رودريجو لمصلحة نادي الريان، تمريرة حاضرة الآن للريان، كرة ملعوبة هنا إلى جار الله، تقدم، مر، سدد، جول، أوهو، ارقص يا عم، شوف الكرة الماضية، لك الله يا جار الله، لك الله يا جار الله، لعبها باسل، تصدى وتباتا لا يتباطأ ابدا، يضع الكرة الماضية في الشباك. البطولة قبل ان تبدا هذه الجولة كان السد والعربي الاقوى، تأجلت المباراة فاصبح الريان والواكرة شوط اول بدون اهداف، شوط ثاني قد تأتي الاهداف، نعم 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 نعم، شوط ثاني قد تأتي الاهداف بعد 12 ثانية، بعد 12 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني، إلا وكنا على موعد مع أفونسو. قالوا أفونسو، قالوا عكنين عليه تاني على طول إلى حمد إسماعيل، قد يصوب، قد يصوب، عملها بالعرض تاني، وهدف التقدم عملوها، نعم عملوها، وبرأس أفونسو سجلوها، نعم يسجل نادي الريان ويحصد 3 نقاط حتى اللحظة، ويأتي في الوقت المناسب، يعني أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، هذا هو شعار أفونسو، يرفع رصيده للهدف رقم 6 وكلما سدد وكلما، لكن قد تكون عودة محتملة لعبد القادر كيورت في المحاولة الرأسية، جول رودريجو تباتا، يسجل الآن أول أهداف في المباراة، هدف أول في الدقيقة رقم 11، يعطي التقدم لأصحاب الدار هنا في آخر مباريات الجولة الثامنة في نهاية المشوار، يتقدم أصحاب الدار بهدف عن طريق البرازيلي تباتا. شوف الأرضية، شوف الرأسية، شوف أول حاولة المرور، إبراهيم أول يتقدم يسجل، يبحث عن التسديد، مرر إلى تباتا، كرة ملعوبة، تسديد، جول هو لقاء تباتا، وكفى يسجل ثاني الأهداف، يقدم رائعة من روائع البرازيلي، يعيد إلى الأذهان سيناريو الزمن الجميل، ينتفض الرهيب.
الملعب ينتفض المهيب يا رهيبا للنوادي يا مهيبا للاعادي أمة خلفك تنادي لكن الأمة اليوم بأقدام اللاعب واغنر ريبيرو تعطي الجيش الأفضلية الآن بأربعة اثنين محاولة لمصرعة الريان هنا كرة فيها سقوط فيها محاولة مباراة لا تستكين مباراة لا تهدأ مباراة لن تبرح الذاكرة نادي الريان هدف للعودة مرة أخرى إلى اللقاء هدف من أجل الوصول إلى تقليص الفارق الآن يا الله يا كرة القدم هنا تباتا يبحث عن التسديد لعبها مستحيل وحي الخيال هنا في مباراة الريان والجيش وحي الخيال في كرة تباتا تباتا على آنة على دوس على تريس تباتا 1 تباتا 2 تباتا 3 1 2 3 يا تباتا هاتريك للمتألق البرازيلي هاتريك للمتألق البرازيلي يعني كل لعيبة السد راجعين ورا في حالة الكرة الثابتة هذه الكرة العالية فوق مسعد الحمد تعود إلى تباتا صانع اللعب الخطير تاني من جديد أفونسو لعيبة كبير الله عليك الله عليك يا ولد الله عليك يا ولد الله عليك يا سلام يا سلام أول هدف في اللقاء أول هدف في اللقاء تمريرة حريرية تمريرة بالمازورة يقدم من خلالها هدف لتكون أحلى كورة في اللقاء الله تباتا برجله الشمال تمريرة عميقة أفونسو الهداف الخطير جدا تامن هدف في تامن مباراة على التوالي للاعب البرازيلي الكبير أشوف داخل جوه إزاي إبراهيم الماجد أهو واحد من ثلاثة خطأ كبير خطأ كبير إبراهيم الماجد يطحى تباتا ومع أفونسو السرعة 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 أفونسو 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 ولكن هو مش سريع هو مش سريع وكل لعيبة السد رجعوا خلاص تصويبة أوه يا أفونسو الهدف الثاني سجلوه والثلاث نقاط شكله يوسف خاطئة منه عادت من جديد هنا خطورة للريان هنا خطورة لو استثمرت ثلاث لاعبين مقابل أربعة وتسديد جول 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 رياني تباتا والهدف رقم ستة والهدف رقم ستة الشخصي تباتا يطلق كرة صاروخية صعبة على محمد مبارك حركت سعيد شيبة يعطي تعليماته ولكن بعد الواحد صفر بعد الواحد صفر اطلاقة من تباتا كرة قوية رودروغو برونو تباتا سدد له كرة رائعة مرت صعبة على حارس المرمى شوف شوف التسديدة وشوف الهدف والكرة اللي خادعت محمد مبارك كرة خادعت زار حارس المرمى وعبد الكريم العلي يبحث عن تسديدة نشوف تباتا عاد تنفيذ تباتا جول تباتا تباتا يأتي بالهدف الثاني من كرة ثابتة مع الدقيقة رقم 32 اثنين ريانية اثنين للرهيب اثنين وهدف سابع شخصي لهذا اللاعب اللاعب تباتا يأتي وتفاعل جمهور الريان هنا في ملعب اللقاء شوف الكرة صعبة صعبة لما توصل عند هذه النقطة يبحث عن تباتا وصلت له لتباتا مصدر القلق هنا سريعة جول 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 تحرك تباتا فمرر تباتا وسجل في اللقطة الماضية أفونسو ألفيز الذي أحكم وأطبق كثيرا على المباراة تباتا لو استلمها خطيرة استلمها خطيرة خطيرة ممكن يعدي مر في تمريرة هذه جول هذه جول 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 رابع بلمسة أولى جول رابع بلمسة أولى يأتي للريان إبراهيم نداي إبراهيم
كان الدار